السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. متعرف عليكي؟ أمل الرفاعي، المديرة التنفيذية للتطوير المتكامل للتدريب والاستشارات. رائع، كيفك أمل؟ الحمد لله. نرحب بيكي بعد برنامج التخطيط الاستراتيجي المبسط مع المدرب العالمي مستر روبرت برادفورد، رئيس مركز التخطيط الاستراتيجي المبسط في الولايات المتحدة الأمريكية. احكي لنا عن تجربتك بعد اعتمادك كمدربة في المادة. صراحة البرنامج أكثر من رائع. اللي بيميز البرنامج عدة أشياء. ربما نحن درسنا عدة نماذج للتخطيط الاستراتيجي. ما يميز هذا البرنامج سهولته. أيضا في شيء مميز جدا في هذا البرنامج أنه يعطيك عدة تولز أو أدوات كيف تجمع المعلومات عن الوضع الراهن وتشخص الوضع الراهن بدقة، ثم كيف تنتقل إلى الوضع المستقبلي. فليس أنه بسيط، يعطيك أدوات واضحة وأيضا عميق جدا. ربما يعني في عدة منهجيات مثل البنش ماركتينج وجي إلكتريك ماتريكس أو عدة استراتيجيات قوية نستخدمها نحن في التخطيط الاستراتيجي أو التشغيلي. لكن الشيء الرائع كانت أدواته مبسطة وسهلة ورائعة وقابلة للتطبيق. رائع. إيه رأيك مين ممكن يستفيدوا من البرنامج ده لو قابلت حد ترشحي له البرنامج؟ يعني قولي له إيه؟ بداية مدراء التخطيط في الوزارة والجهات الحكومية، رؤساء التنفيذيين أو القيادات العليا في الشركات الخاصة، وأيضا المدربين. ربما اللي يتكلموا عن التخطيط الاستراتيجي غالبا يأخذ الجزء النظري، فأنا برأيي عندما يحضروا هذا البرنامج راح يأخذوا أدوات عملية رائعة جدا تمكنهم من طرح المعلومة النظرية بأسلوب عملي مبسط، وأهم شيء قابل للتطبيق وقابل للقياس. رائع، إن شاء الله بإذن الله تحبين نشارك رأيك ده مع آخرين يستفيدوا منه ويتعلموا منه. بصراحة نحن أوريدي شاركنا وجينا مجموعة كبيرة، يعني زملائي لما قرأنا الإعلان نصحت عدة مدربين وأصدقاء وزملاء أنه نحضر هذا البرنامج، وجينا حضرنا تقريبا 8 أشخاص، وأنا متأكد أنه هؤلاء 8 أشخاص أيضا رح يجيبوا مجموعة كبيرة، لأنه فعلا البرنامج قوي. ونشكر ميديكس على التنظيم الرائع، فعلا هم ناس محترفين يتعاملوا مع النخب من المدربين والمدربين اللي فعلا يقدموا علم. والميزة الإضافية أيضا في هذا البرنامج ربما اللي ما بيجدوها بأي مكان آخر أنه هم ياخذوا مادة علمية، وهذه المادة ياخذوها كسوفت كوبي وياخذوا كل التولز، فهم جدا كرماء في المادة. اهلا وسهلا بك، ونشكر روبرت برادفورد على البرنامج الرائع. اهلا وسهلا بك، ونتمنى لك كل النجاح والتوفيق يا رب. اهلا وسهلا بك.